قامت بلدية الفروانية بجولة ميدانية للكشف عن العقارات الاستثمارية والتجارية ومدى التزامهم باشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الرقابية بشأن المخالفات المتعلقة بالسكن الاستثماري. كانت الجولة في منطقة خيطان واستمرت لعدة ساعات متواصلة، وذلك للتوعية والكشف عن المخالفات. من آمن العقوبة أساء الأدب، منظر تجاوز حدود القانون والنظام، سراديب مخالفة يوجد فيها ما هو قابل للاشتعال في لحظة. جولة استمرت عدة ساعات مع بلدية الكويت على العمارات المخالفة في منطقة خيطان والتي أسفرت عن عدة مخالفات. هذا مخزن، يعني مثل ما انتم شايفين مواطير مواد سريعة الاشتعال تخزين، هذه غرامته تقريبا بما يقارب من 1000 دينار إلى 5000 دينار على المتر المربع. نعم، ما فيها صلح، من يتحرر محضر المخالفة ما في أي صلح. أنصح أخواني أصحاب العقارات الاستثمارية التزام بلوائح البناء وإزالة جميع المخالفات، لأن هناك خطة عمل على جميع العقارات في محافظة الفروانية. كما جلت البلدية أيضا على العمارات التي تم إنذارها من قبل لنرى مدى الامتثال للقانون. كثير من الناس استجابوا قبل لا نكمل إجراء محضر مخالفة، نمر عليهم ثاني مرة ونشوف واجد زالوا المخالفات وتعاونوا ويانا. الجولة مستمرة لرصد مدى الالتزام باللوائح والنظم المتبعة بالسكن الاستثماري والتجاري وتطبيق الإجراءات القانونية بشأن المخالفين. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.